أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى عاشوراء الأليمة، هذه الذكرى التي يصفها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام فيقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. لا يخفى على أحد منا أن المواكب الحسينية بالنسبة لنا كحسينيين تمثل الدور البارز والكبير من الناحية الإعلامية والرسالية، حيث أن صداها كما هو ملاحظ أخذ مداه الواسع في جميع أرجاء العالم، مما جعل رسالة الحسين عليه السلام تتوسع حتى على مستوى غير المسلمين، فصاروا يتعرفون على هذه الشخصية الأبية المعطاءة من خلال الاستطلاع والبحث من المصادر الإسلامية. فها نحن نجد اليوم الكثير من أتباع الديانات الأخرى قد كتبوا مقالات في الحسين الشهيد عليه السلام، وهذا ما يحركنا بشدة للتمسك بهذه المنجزات العظيمة والتي لم نصل إليها إلا بعزم الآباء والأجداد. فرحم الله أسلافنا الذين أورثونا هذا التراث وحملونا هذه الأمانة. كما تعتبر المواكب من الوسائل الإعلامية المتقدمة جداً والتي يحسب لها ألف حساب لما فيها من تأثير بالغ، حيث يشير السيد الخميني قدس سره لأهمية ذلك بقوله: إن هذه المنابر والمجالس والتعازي ومواكب اللطم هي التي حفظت لنا الإسلام. وقد مر موكب العزاء بالكثير من التحولات بحسب الأوضاع السياسية أو الاجتماعية، لنبحث ذلك أكثر على النطاق المحلي. معنا اليوم شخصيتان معروفتان بإخلاصهما في العمل، وهما ممن خدم وساهم بتطور الموكب الحسيني في المنطقة. رحبوا معي بالحاج كريم الحرك والحاج عبد الحسين حسن محفوظ. أهلا وسهلا بكما. نبدأ اللقاء مع الحاج كريم الحرك. أهلا وسهلا أبا علي، حياكم الله. بإيجاز، حدثنا عن مواكب المنطقة سابقا وخط سيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجوركم جميعا. ذكرى استشهاد سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. بالنسبة لتاريخ الموكب، ذكرى يعني سألتني عن تاريخ عقود، تقريبا 3.5 عقود. نعم. العقد الأول كان في نهاية السبعينات أو بداية الثمانينات. الرعيل الأول يعني ما يستحضرني أقول لك الأسماء كلها، كانت الوحدة حكم العلاقات بين هاي الأفراد، حكم التجانس. نعم. يعني في تجانس في ذيك الفئة العمرية اللي أثرت أن وصلوا إلى وحدة ترابط، وحدة تلاقي. ما نقول وحدة موكب، ما كان موكب واحد، كانت عدة مواكب تمر على بعضها في مسير واحد.
الوزير الأول له أب خرج من الشوارع إلى توب العور منطقة الهجير الجبيلات وإلى توبلي إلى المأتمين في توبلي. نعم. هذا كانت واستمرت، وإحنا كانت في ذيك الفترة فترة القصة يعني لو يكون شباب لا. كنا نرى هذا الأمر إلى أن طبعا كان كل موكب منفرد وحده رغم أن، ولكن كانت فترة خلنا نقول الفترة اللبنة الأولى للوحدة. نعم. خلنا نقول لما توصلنا إلى ترى هذا الرعي الفترة الأولى هي اللي بنت أول انطلاقة في الثلاثة، وبعدها تطورت إلى أن وصلت لما وصلت إليها الآن. نعم. ما أدري سؤالك هل تريدني أن أنتقل إلى التفصيل؟ أنا أريد أشوف الخط شلون بدأ من السبعينات ثمانينات تسعينات. الثمانينات طبعا هني كانت توبلي يعني موكب الغرب مأتم الغربي وموكب مأتم الشرقي موكب الداخلية. الفترة الذهبية اللي انطلقت تحول العزل المشترك كان من تأثير الداخل، وكان جاهزية موجودة عند أنفس هذه الفئات كلها. نعم. موكب الداخل في بداية التسعينات على ما أذكر 91-92 التقاء المأتمين في موكب واحد، وكانت هذه الفترة الخصبة الأولى اللي أوصلتنا إلى الموكب المشترك مع أخواننا. نعم. ومنطقة نوع الزعنة في الكوارة وباقي المناطق. فانتقلنا من 91، الفترة هذه خدمت لقاء الموكبين الداخليين منطقة توبلي الداخلية المأتم الغربي والشرقي موكبينهم، والانسجام اللي حدث بين هذه الفترة فترة الإدارات كانت إدارات صراحة أفرادها كانوا على قدر مسؤولية، ووفقنا أن تكون هذه العناصر موجودة اللي هيئت الوحدة الداخلية، ومنها من كثر الانسجام اللي صار هذا أدى إلى نلتقي مع باقي المنطقة في موكب موحد. على ما أستذكر أنه عام بين عامين 94-95 كنا إحنا طالعين من يعني كنا في نشوة الاتحاد الداخلي في المنطقة التوبلي، انعكست طبعا كان التجانس يزداد يوم بعد سنة بعد سنة. على ثلاث سنوات من هذا اللقاء الداخلي وصلنا إلى نلتقي مع الجماعة، حضرنا تحضير كانت صعوبات كثيرة والآراء، وكانت يعني لقينا واجد صعوبات في الموضوع، لكن الإدارة كانت على صراحة قدر المسؤولية، العناصر الموجودة في الإدارة في المنطقة بين الكورة وتوبلي ومناطق كلها والهجير والجبيلات، ولم يستحضرني أحد اسم أحد، لكن أتذكر كانت العناصر الإدارية ذيك الوقت يعني فعلا عناصر الفترة الذهبية لتنفيذ الفكرة. ووفقنا جميعا أن نشوة اللقاء الداخلي بعدنا نعيشها انعكست إيجابا على اللقاء مع الجماعة. وأتذكر كنا نحضر للتلاقي لقينا صعوبات إلى أن وصلناها أن تكون لقاء يعني مثل ما تقول عفوا نخلي الجميع أمام صورة أمام الواقع في ليلة من الليالي، وتوصلنا لهذا يعني كل مرة تطلع لنا صعوبة. فرتبنا الأمر أن نكون في الشارع تلاقوا العالم كله تفاجأت له بالفعل. يعني كان المعاد بن جبل على ما أستذكر كان تلاقي الموكبين كل ما كان يدري بشيء، لأنه كانت تطلع لنا صعوبات وعراقي، لكن تجاوزناها فكانت خلاص حان الوقت إلى متى يعني. فأتذكرها هذا في أي عام؟ أعتقد أنه 95 أقرب من 94. فهذه الفترة الذهبية الأولى للتلاقي مع الأخوان. أحسنت بعد. أنا زهراء، في الفترة الأخيرة تم التركيز على الرواديد من خارج المنطقة، ألا تعتقد أن هذا يؤثر سلبا على رواديد المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نتقدم بحر آيات التعازي للأمة الإسلامية بمأساة كربلاء، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله. طبعا أنا ما أختلف مع أي مكان بأن الرواديد من خارج المنطقة هو شيء مهم. نعم.
باعتبار أن الرادود من خارج المنطقة أنت ما راح تختار أي رادود إلا لابد يكون لديه خبرة، فبالتالي هو راح ينقل لك الخبرة إلى المعزين أيضا من ناحية تنظيمية، وأيضا راح ينقل لك خبرة إلى الروادود. ما راح يأثر سلبا بالمعنى اللي يعني ممكن يتصورونه الناس، لكن إحنا لابد ننظر إلى منظور آخر. إحنا كإدارات موجودة مواكب في مواكب العزاء لابد يكون لنا فكرة في أن إحنا بدل ما نستقبل أو بدل ما يكون عندنا رواديد ضيوف، لا إحنا نصدر رواديد. وهذا الشيء مثل ما ذكر أبو علي، ممكن يكون أنا بالنسبة إلي بعد مفروض يكون هذا حلم لازم يتحقق في المستقبل. ممكن بعض الرواديد عندنا في المنطقة فعلا طلعوا برا، لكن لا، احنا على مستوى موكب العلامة السيد هاشم التوبلاني وايضا على مستوى المواكب المحلية مفروض تكون في تفكير بان تكون هناك لجنة خاصة للرواديد، لإعداد الرواديد، لمتابعة الرواديد، سواء كان في اختيار القصائد، سواء كان في اختيار الشعراء، في اختيار الألحان وما شابه. كل هذه الأمور تكون تحت يعني بمعنى إذا سميناها رقابة، بسميناها لجنة، أي إن كان، ويكون كل هاي الرواديد الموجودين عندنا في المنطقة إحنا نزيد من ثقتهم في أنفسهم، لأن إحنا للأسف يعني رواديد مثل ما ذكرت من ساعة، رواديد كثر حضروا لكن لفترة معينة وتشوفه ينقطع، وهذا يعني إلى دور يعني خلينا نقول اللجان أو الإدارات هي لها دور كبير بأن هي الاستقطاب مالها إلى هؤلاء الرواديد يكون ضعيف، يعني ما في هناك متابعة ولا يعني، وحتى الرادود اللي كان موجود حتى لو على كان مستوى يعني ممكن حتى أنت الصدرة برا بعد لفترة معينة خلاص ينتهي وتشوفه. ممكن لو بنقعد نذكر الأسماء واجد ما شاء الله من الأسماء اللي ظهروا وكانوا على مستوى لكن ردوا واختفوا. أعتقد إحنا ما نفكر في أن دائما نجيب رواديد من الخارج، لا، يكون عندنا تفكير إن إحنا شلون نصدر إلى الخارج، ويكون عندنا اكتفاء ذاتي دائما، نخلي كل يعني كل المناطق تنظر إلى شيء يسمونه منطقة توبلي موكب العلامة السيد هاشم التوبلاني، من هم الروادين شلون يختاروا منهم. هذا أهم شيء، وطبعا هذا لابد يكون هناك يعني لجنة مختصة في هذا الأمر. أبا علي، باعتقادك ما هي الفترة الذهبية للموكب ولماذا؟ الفترة الذهبية احنا قلنا ملتقى الموكبين، ملتقى الموكب مشترك كان 94 عام، يعني الفترة 94-95 وأقرب إلى 95. ما بعدها بدأ يعني هذا المشترك، كنا يعني الكل كان متفاعل، التفاعل اللي حدث عند المعزين وعند الإدارات وعند المنطقة ككل يعني ومنتسبين وحاضرين، هذا كان يدفع تجاه يعني الكل كان ينتظر العزل المشترك فعلا، يعني كان الكل ينتظر ليلة العزل اللي بيجي فيه مشترك. نحن في بلافة يعني شو هاي الفترة، هذه الأجواء طبعا حاليا أشوفها قلت. ما بعد 95 تقريبا إلى 97 كانت الفترة الذهبية الأولى الخصبة، يعني الوهج الأول للعزاء المشترك. الفترة الذهبية الثانية 2011، وطبعا بعض الفترات تشارك فيها وتكون جزء من الأسباب الأحداث اللي تحدث في المجتمع، من أحداث عامة أو ما يحدث على الساحة تخلي التهافت أو التلاقي له طعم أخوي، يعني كأنما صلة رحم تلتقي. نعم. فكانت هذه الإحساس في الفترة الذهبية الثانية فعلا كان الكل يعني تلقى، يعني تشوف الكل تهافت على الحضور. هذه الفترة الذهبية الثانية 2011-2012، وشاركت مثل ما قلت لك بعض المتغيرات في الساحة لقت ظلالها على حضور الإخوان. أنا ساعات نحتاج شيء يحدث أساس يرد يرجعنا يعني. نعم صحيح. وهذه كانت مشاركة يعني هي إضاءات.
فمن بعد 2012 من بعد 2012 2013 تقريبا هذه الفترة الذهبية لا أعتقد قمة يعني. ومن بعدها بدأ التراجع إلى ما أعرف إليه بعض الأمور حتى الآن نشوفها. هذه الفترة الذهبية اللي هي ما بعد 95 96 97 2011 2012 2013 الفترتين الذهبيتين اللي عاشهم العزل المشترك في المنطقة. نعم حسنت. ليش تراجع الموقع بعد 2013 في اقتصادك الشخصي؟ أنا يعني أقسمها لأسباب عديدة. من ضمن الأسباب في فترة دخولنا على 2015 هني أزاء المواقف المركزية بدأت تأخذ مساحة وبدأ الحضور يتجه خصوصا في هذا الجيل جيل 2015-2016 بدأ التوجه اهتماما أن يروح الليلة المنامة والليلة فلانة. كان الأول ما كان أحد مركز على هذا الجنب يعني حضور في المواقف المشتركة، وكان المعزين يضغطون علينا في المواقف، وإحنا طبعا العزاء المشترك يطلع متأخر متى يتلاقون لأن هني تتنسق مع الكوارع على سبيل المثال، ما بيجيك إلا إذا وفى بحضور المعزين في مآتب المنطقة، ما يطلع بمعزي وبعد ما أتم يقرأ يكتب من بعد يعني 10 نص إذا تحرك 10 نص وجاك 11 وصل لك 11 ربع يبدأ الوقت متأخر يعني في ظروف هي يعني محيطة باللقاء يعني مجبرين عليها. هذا الأمر بدأ بعض جيل معين يطالبنا بتعجيل وبسرعة فصار كأنه مهمة بس يعني ينوجد أساس من نص الطريق يطلع. بدأت الضغوطات في هذا الجانب، بدأ يعني توجه يعني فئة معينة أو هذا الجيل بحضوره في مواكب المنامة في الليل هم أن يروح، فتلاقي بس يبغى عجل يبغى يمشي، تلاقي حتى بعضهم يوصل لك رسائل إنه ممكن يمشي. بدأ الضغط على الإدارات وبدأ التململ، كان كأن يعني جت فترة كأن هذا الجيل لا ترى هم إلا التوجه للخارج يعني هذه من عوامل التراجع. لا نعول على يعني لا نحطها التراجع أن ما في، لا الإدارات قامت على بأكمل دور الإعداد قبل الموسم تعد يعني مدللة كل الصعاب، لكن أنا أقولها صراحة في جزء منها هذا التوجه اللي أخذ منا ما أخذه وضغوطات تصير على الإدارة يعني كل حسب منطقته تصير كل عليهم أنتم تطلعوننا متأخرين ومتى تخلص الساعة 2 والساعة هم تركي الروحة هنا. هذا التوجه احنا كلفنا الكثير، احنا لا نعني ان نريد نحرمهم بس كان كلفنا يعني ضغوط من الداخلية يعني بيحضر لك بالسوليه 8-9-10 بيحضر بس يقول لكم بعد 11 انا خلاص اعتبرني رقم يعني مو وياك. بدأت هذه المؤشرات هي بدء المطالب هذه او الضغوطات من هذا الجانب هي اللي اثرت على التواجد الافراد. اضف لها شغله معينه، طبعا انت بدات وحدتك من 95 كيف وش دعمت يعني وش الدعم اللي لقيناه يعني اللي حصل الى هذه الوحده اللي ثباتها ولا تطويرها كانت يعني تقريبا ما في اليه يعني ثابته تحافظ على هذا اللقاء. احنا نلتقى اقول لك اكثر ما في اللقاء الاداريين والقائمين والرواديد والشعراء كانوا بحكم يعني الترابط في المنطقة، كلهم يعرفون بعضهم، كلهم يلتقين بعض مع بعض، ما كان هاي اللي تارك أثرها. لكن في ضغوطات يعني أخرى اللي هي كل مرة يجيك جيل مطالبة صعبة على 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 يعني أسس عندنا ثابتة لا نقدر نغيرها، كل منطقة لها احتياجها لازم تتفهم الاحتياج اللي هي فيه. فما أقول هم السبب فقط لأن إحنا العامل الرئيسي إحنا كإدارات أو كداعمين أو كجيل سابق أو جيل قبل هذا المعزين ما أعددناهم الإعداد الكافي أن يحافظون على جو الوحدة هذه. وش معنات هذا اللقاء ثمنه يعني كبير جدا أن نتخلى عنه، ما أحد أعدهم. إحنا لا اليوم نلقي العيب كله على الأجيال السابقة، لا ترى إحنا لو الخلل اللي قاعد يصير في مشاركة ما في إعداد صحيح ما في تواجد، يعني في جيل من الأجيال كأنه من سن يعني في فترة عمرية معينة يتخلى عن وجوده. لا تتخلى لين شفت ولدك مسك موقعك، هذا في وإحنا ما نبيك تتخلى. فهذه التراجع في الحضور يعني أجيال معينة كانوا هم مؤسسين هذا اللقاء للأسف هو اللي سبب جزء ما يحدث الآن عند الشباب. فأعتقد التعبئة أو إعداد هذا الجيل ما كان صراحة، إحنا هلا إحنا قاعدين نعيد النظر فيه من الداخل. أبو علي،
أنت شخصيا ماذا يعني لك موكب العلامة المشترك للمنطقة؟ حلم. حلم بين قوسين، حلم، حلم متحقق. حلم متحقق، وكنا يعني نسهر ليالي كيف نوصل إلى هذا، ونتمنى أن نكون أحد الأفراد اللي دفعوا باتجاه هذا. كان حلم من أيام أول ما بدأت أعمل، وأتذكر حساسية تحقق هذا الحلم اضطرينا نقوي علاقاتنا، وهذا كان في توجه. كان يعني أنا أذكر فترة من فترات أحد الأخوان كان يوديني يقول لي يجب أن هذا الشخص اللي عنده كلمة في الموقع الفلاني أبو علي توجه لي لزيادة علاقات بتطلع ويا، المهم تدوب حساسية تحصل على قولتهم بطاقته وياك صفر. فكان توجه، كان عمل يعني بمعنى الكلمة في توجيه وفي تجاوب، والأرضية جاهزة. فليش نخلي التلاقي بس فقط في الموكب الحسيني؟ ليش ما كنا نذوب العلاقات الاجتماعية خليها دائما أساس لليوم نقطف ثمرتها؟ نعم. فكانت العناصر وبروز العناصر صراحة واعية، مثل ما قلت لك، مثل سيد كامل أخوي وعزيزي، سيد كامل، سيد علي، حد العوامل الأفراد يعني كانت فترة ذهبية للقاء الوحدة وعناصر الدفع هذا الاسم، وكلها تعتمد على حس المسؤولية عند الأفراد. نعم. فهذا تقريبا سنة. مختصر. أبا زهراء، تفضل. ما هو مستقبل الموكب المشترك في ظل الآراء المختلفة من المعزين؟ بالنسبة للمعزين، يا ما دام ذكرت كلمة المعزين، نعم، آخر واحدة بالنسبة للمعزين وأيضا الإدارات، يعني إحنا نقول لابد أن يكون هناك هدف، والهدف هو أن إحنا يكون هدفنا هو الإمام الحسين. نعم. فإذا كان هذا الهدف، أنا ما يعني أشكك في النوايا، ولكن من باب التذكير يعني أقول نحن الآن في قوة، يعني الموكب المشترك هو قوي، بقى الآن يبقى على ثباته على قولتنا يتزلزل أو ما شابه، هذا إحنا اللي نحدده كمعزين وكإدارات. بس نحن الآن في قوة، ترى كل المواكب الأخرى في القرى الأخرى في المناطق الأخرى ينظرون إلى موكب العلامة السيد هاشم توبلان يحسدون عليه، يعني أنتم وصلتون إلى مرحلة متقدمة، شلون لملمتون هلقد قرية هلقد مأتم وجمعتونهم كلهم في موكب واحد، وهذا شيء طبعا إحنا نستأنس به. الآن نحن في قوة، يعني فعلا تحدث بعض الأحيان مشاكل، تحدث مثلا بعض الأحيان إخفاقات، فعلى المعزين وعلى الإدارات نقل بدون أي تحفظ إلى شغلات مثلا بقول ما علي أنا، لا هذه النقطة ما بذكرها، اذكرها ولكن بالروح الحسينية سميها، أنت تنقل ملاحظاتك من أجل أن أنت تصحح. أنت الآن جسدين في جسد واحد، لا تصيرون بعد، لا تجعلون، خلينا نصير أقوى وأقوى. هذا الشيء اللي خلينا إحنا يمكن مو إحنا، الكل يتمسك بالوحدة. هدف الإمام الحسين هو هدف سامي، صحيح، ومن أهدافه الرئيسية أن نكون إحنا كلنا قلب واحد. نعم. فبالتالي لابد أن نركز على هذا الشيء. فإذا كان الهدف هو الوحدة، الهدف هو الإصلاح، إذا نسعى نحن إلى الإصلاح. إذا في خلل موجود زين نوصل للإدارات، أيضا الإدارات عليها دور كبير بعد، لابد وأن تجلس مع من لديه أي ملاحظة. نعم. ما في تجاهل، لابد أن لا يكون هناك أي تجاهل من قبل الإدارات إلى الملاحظات اللي يوصلونها المعزين، وبالتالي راح يكون يعني إحنا في مصف المواكب المتقدمة، وراح يبقى. أنا ما عندي خوف على 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 الموكب أو مستقبل الموكب بأنه راح، لا بالعكس، إحنا لابد أن يكون هناك الأبواب مفتوحة والصدور مفتوحة وبرحابة الصدر، يعني أنه حياكم تفضلوا. وأعتقد هذا الشيء موجود عند الإدارات، ولكن تحدث بعض الأحيان يمكن لسوء فهم، يعني يتحدث مثلا عن رادود، أداء رادود، ما عليه مو مشكلة، نقدر نبدل الرادود. يعني حدث لي عن الطريق
الطريق فيه ثوابت معينة ما نقدر نغيرها إحنا في بعض الأحيان، أنا ما أتحكى دائما. يعني أنت لما تتكلم عن الأمور اللي تعلقت بسير الموكب، اللي دائما يعني خلينا نقول المعزين يتحدثون عن أنه الموكب مدة طويلة، مسافة طويلة وما شابه، ترى هو كان سابقا مثل ما ذكر أبو علم بثلاث ساعات، الآن ساعة ساعة ونص لساعتين كحد أقصى يعني، واختصرت مسافات، ألغيت أماكن، يعني خلينا نقول كان سابقا من قلب القرية إلى قلب القرية، ويمر على كل المآتم الموجودة. يعني خلينا نقول يطلع الموكب، لو أخذنا مثلا الموكب من الكورة يمر على الهجير، ويطلع من الهجير يمر على جبيلات بضيافة يعني، ويطلع من الجبيلات يروح توبلي مأتم مأتم ضيافة، صحيح، وبعدين يريد رجاء. تصور أنت الفترة الطويلة، أنت عدد مالك مو بهالعدد، الآن أنت قوة، الآن أنت عدد كبير، شلون تحافظ عليه؟ أنا أقول للمعزين لا، صروا على هذا وانقلوا وجهات نظركم، وإن شاء الله راح توصل إلى إدارات وإدارات مؤتمنة من قبلكم أنتون يعني، وأنتون اللي وصلتون إلى هذا المنصب. فأنا بالنسبة لي يعني ما عندي تخوف على مستقبل الموكب المشترك أبدا، فقط هناك بعض الملاحظات وبعض الأشياء تحتاج إلى مراعاة من كل الطرفين يعني. ولكن في تصوري قبل كانت اللطمة سريعة، يعني الآن أنت لو بتطلع بالجناح بتطلع من توب للفورة ما بتحس بتعب، بس الآن اللطمة في واقعنا الحالي جدا بطيئة. أنت تخيل أن أنت الفقرة الأولى بتخلصها يمكن في نص ساعة، أي. قبل أنت تخلص القصيدة كلها في نص ساعة، فهم قصدي؟ أي. فأتوقع أنا أن قبل أنت تقول ثلاث ساعات أو أربع ساعات والطريق كذا ماكو إشكال، لأن ليش؟ اللطمة كانت سريعة، وزن واحد وأنت مخلص، الحين ثلاث أوزان أو أربعة أوزان، وتعدد الأوزان، سرعة الأوزان. أبو اشتبه، شوف تعدد الأوزان، نعم، واللطمة السريعة هي ما مو فقط جت في موكب العلامة السيد هاشم التوبلاني، حتى في مواكب الداخلية هي نفسها يعني. أتفق وياك، بس هي. المواكب الداخلية المسافة بسيطة، بس الآن الموكب المشترك أنت لما تطلع من مثل ما تفضلت من توبلي وأنت طالع إلى الكورة، اللطمة كلش بطيئة يعني. فأنت شلون تبغي تستقطب جميع الفئات العمرية وأنت مثل اولا عامل الوقت، انت بتطلع 11 متى بتنتهي؟ اذا ناس مثلا عندهم دوامات او شيء، شلون بتقدر توفق انت تستقطب هذه الفئات الان؟ يعني كل المواكب، خلينا نقول كل يعني المناسبات كحد اقصى ما يتجاوز 12 ونص لوحده، سابقا نقعد لثنتين وازيد لثلاث يعني. يعني انا اساس اكون في هناك فتره مقارنه، وحتى لو كان على مستوى قرية داخلي يعني عزاء داخلي ترى الوقت تقريبا نفس الشيء، ما قاعد يتغير. أنت تحكي لي إذا بتكلم مثلا عن وقت، هو الوقت ما في فرق. تتكلم عن يعني طبيعة القصيدة أو الرادود أو يعني الإيقاع مالها أو ما شابه، هذا أمر ثاني. أنت لأن الرواديد متغيرين يعني، كل مرة أنت تجيب لك رادود وكل رادود يختلف عن الثاني، مرة يجيك سريع مرة يجيك بطيء، وهذا شيء يعتمد على حسب أدائه يعني، وعلى اختيار أصلا يعني اختياره بعض الأحيان يكون من قبل الإدارة، وهذا يعتمد على حسب يعني بعض الأحيان الرواديد ممكن أو الرواديد يكونون يعني حتى لو كانوا بطيئين في الأداء، لكن المعزين يبون هذا الشيء بعد. في هناك من يتململ، خلنا نقول يتململ بأن الموكب بطيء، لكن لا ننسى أن إحنا مثل ما ذكرت في البداية أن إحنا كنا سابقا نطلع من داخل القرية، الآن بالتحديد يعني الآن يخرج الموكب من موقع آخر مأتم اللي هو جمعية كورة حسينية، ويتوجه إلى وين؟ إلى سيد هاشم التوبلاني، ونفس العملية من سيد هاشم وهو راجع. انت ايش كثر اختصرت يعني، داخل القريه هنا اختصرت وهناك داخل القريه اختصرت، يعني موضوع الايقاع والرادود، وهذا اعتقد سواء كان في الموكب المشترك او الموكب الداخلي ما يتغير. والوقت انا اشوف كل المواكب في اوقاتها ما تتغير، حتى في على مستوى داخل القريه قليل يكون في فرق. يعني احنا هنا في القريه على انا اذكر لك في الكوره يعني يمكن الساعه 12 يخلصون الموكب المشترك، 12 ونص يخلصون،
يعني بعض الأحيان يصير 11 ونص إلى 12، يعني فرق ساعة، أنت تعطي ساعة واحدة في موكب مشترك وزخم بهذا العدد وأنت قاعد يعني تقول أنا قوي بالحسين. طبعا أنا قوي بالحسين، هذا الهدف يكون. أحسنت. والوحدة هي أساس هذا الهدف. أحسنت.